السلام عليكم خوتي المغاربه اخواتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم الخوت عندنا واحد الموضوع جد 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 خطير. فكلكم كتعرفوا ان هذا الجلاد، هذا الخبيث مخرج ديال الافلام البورنو عبد اللطيف الحموشي، ما كاينش شي زوجه ديال شي شريف ديال شي حر ما خلاهاش عنده في الثقه. دائما هاد المجرمين، هاد الخبثاء كيتهددوا على النساء، على الزوجات ديال المعارضين، ديال الصحفيين اللي مشدودين في الحبس، ديال الحقوقيين. ما كاينش شي زوجه حره كتناضل من اجل الزوج ديالها المعتقل ظلما وعدوانا من طرف هذا النظام الديكتاتوري. وكيجي هاد عبد اللطيف الحموشي، هاد الجلاد، هذا اخبث واحقر واندل انسان، احقر مدير ديال المخابرات، احقر مدير ديال الامن الوطني اللي داز في تاريخ هذه المملكة الديكتاتورية البنانية اللي اليوم حتى المواطنين ديالنا ما لاقينش البنان، ما لاقينش حتى البصلة والبطاطا، حتى البصلة والبطاطا ما لاقيناهاش، بنادم كيخرج كيغوت فيه الجوع. إذا الخوت هذا الكائن الحي جميع الصفات الخبيثة تجمعات فيه، ولكن أخطر حاجة الخوت هو الهجوم ديالو على النساء الحرات المغربيات الشريفات اللي كيدافعوا على الازواج ديالهم. ما كايناش شي مراه، كنعاود نقولها لكم، يعني كتناضر من اجل الزوج ديالها ولا العائله ديالها ولا الاقارب ديالها، ما ناضش ليها هذا المسخ، هذا الخبيث، وبدا كيهاجمها وطلق عليها العبيد ديالو، المندسين والدباب ديالو والعملاء ديالو كيهجموا عليهم وكيتهددوا عليهم. راه كاينين الخوت زوجات ديال معتقلين سياسيين تعرضوا لتهديدات من طرف الرجالات، هذا الخبيث الحموشي كيتهددوا عليهم انك الا ما سكتيش راه غادي نخرجوا لك التصاور ديالك، راه غادي نخرجوا لك شي تصاور مفبركه، راه غادي نخرجوا لك شي فيلم مفبرك. هذا الشيء اللي كيدير دابا هذا النظام الديكتاتوري، هذا الشيء اللي كيدير هذا الجلاد، هذا الحقير عبد اللطيف الحموشي. واش فهمتوا هذا الشيء الخول؟ كاين اللي تهددوا عليه بالاغتصاب، الاغتصاب باش تعرفوا هذا المجرم، هاد الجلاد، هاد الخبيث عبد اللطيف الحموشي عنده عقده من داكشي ديال الجنس. واليوم غادي نعطيوكم علاش هاد العقده هادي كاينه. اليوم بدات اللغز كيتفك بشويه معلومات حصريه ومعلومات من وسط واحد الخابيه مظلمه. هذاكشي فيها راه خطير وجد جد خطير. اذا اليوم بدا كيتفكك لينا شويه اللغز ديال علاش هاد الحموشي، علاش هاد الخبيث، هاد مخرج افلام البورنو عطيها غير الجنس، اي حاجه كيدخل فيها الجنس. وتمن التهديد على الزوجات ديال المعتقلين، حتى هما كيقولوا لها راه غادي نغتصبوك، كيصيفطوا لهم التهديدات غادي نغتصبوك. واش فهمتوا الخوت؟ هذا الشيء راه خطير وجد خطير. زياده على عاوتاني تقول لها سكتي، الا ما سكتيش راه غادي نخرجوا لك شي تصاور ديالك، يعني تصاور المفبركه البورنوغرافيه. هذا الشيء اللي كاين، هذا النظام كيعرف غير هذا الشيء. الافلام المفبركه البورنوغرافيه راه مفتوح عالميا، راه القضاء الفرنسي كيعرف هذا الشيء، كلشي كيعرف هذا الشيء، راه هارب من العداله وهو عاد زاد ما كيزيد يفضح راسو. ولان انا هذا الخبيث شادو من القرفده ديالو، هذا عبد اللطيف الحموشي شادو، ما عندوش كيفاش يدور لا على اليمين ولا على اليسار، لانه واحد الوقيته وكان وصل لواحد درجه الياس، ما بعدها ياس، بقى عنده جوج الحلول، يا اما ينتحر ويا اما ينتحر. وهو اختار انه ينتحر بواحد الطريقه البائسة، الجبانة، الحقيرة، الخبيثة، اللي كتعبر على الشكل ديالو، على الشكل ديالو. ملي تنقول الشكل ديالو ماشي الصفة اللي خلقوا فيها الله، لا 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 لا، على الشكل ديالو، على الأفعال ديالو، على كيفاش هو داير. ملي تنقول شي واحد من فعايلك كتبان، يعني كيبان خبيث حقير وسخ قادر، هكذا كيبان. هذا هو عبد اللطيف الحموشي، هكذا الأفعال ديالو شيطانية إبليسية مجرمة. وهو الشيطان كيشوفهم كيديروا داك الاجرام في ديك لاكاب ديال تميره، في داك المعتقل السري تميره، كيشوفهم الشيطان كيتخلع من داك الشيء، الشيطان كيتعلم منه، تيقول له الشيطان اجي لهنا وليدي نعلمك، ما عرفتي والو نتايا، ها كيفاش خاصك دير لبنادم تجلسوا على القرعه، ها كيفاش خاصك تغتصب بنادم، ها كيفاش خاصك تعذب بنادم، ها كيفاش خاصك تفبرك تصاور البورنو باش تسكت بهم المعارضين، ها كيفاش خاصك تفبرك الافلام البورنو باش تسكت بهم الحقوقيين. هذا هو الدور ديال اخبث مدير ديال الامن ومدير ديال المخابرات داز في تاريخ هذه المملكه البنانيه. وهذا راه معين من طرف
من طرف من يدعي أمن يدعي أنه أمير المؤمنين وجدو قال لك الرسول لعنة الله عليكم يا المجرمين. تهد الدين هذا كفرته منه الناس. الناس مني ولات كتشوف كتقول أنت أمير المؤمنين جدك الرسول، والناس الناس خرجت من الإسلام. الناس خرجت من الإسلام على قبلك يا المجرم، يا المجرم يا الخبيث. إذا كيف ما قلت لكم هذا عبد اللطيف الحموشي وصل لواحد الدرجة من اليأس أمامي، كما قلت لكم ولات عنده جوج ديال الطرق، يا ينتحر ويا ينتحر، هادو هما اللي عنده. وكما قلت لكم هو اختار الطريقة البائسة اليائسة الجبانة اللي انتحر بها، والانتحار ديالو كان هو ابدا كيصيفط لي تصاور مفبركة ديال الافلام البورنو، الصور البورنوغرافية مفبركة كيتهدد عليا بها، كيتهدد عليا بها باش نسحب الدعاوي. وشتو هاد الانتحار كيفاش دايرو؟ ما شتوش يا الخوت. وديك الساعة هو يتفضح، تفضح امام القضاء وامام الفرنسيين، دوك الفرنسيين اللي كان كيكذب عليهم وداك الشيء، كلشي خرج للعالم، اما كاينش الرئاسه الفرنسيه في راسها، كلشي في راسو، كلشي العالم باسره في راسو، في راسو هاد السيد هذا كيبتزني، كيصيفط لي تصاور البورنو كيبتزني بهم باش نسحب الدعاوي. عبد اللطيف الحموشي اخرج التصاور، انشر لي وخرج لي الفيديوهات البورنو. تمناش كنا كنديروا تما حنا، الا كنا كنمارسوا شي حاجه كنمارسوا شي طبيعه بيولوجيه، فين هو المشكل؟ أفينا هو المشكل؟ راه المشكل في اللي داخل كيتجسس علينا، في اللي داخل كيصورنا الافلام ديال البورنو، حنا في ضيافه امير المؤمنين. واش فهمتي؟ واش انا في ضيافه من يدعي انه امير المؤمنين وفي نفس الوقت كيتصوروا لي الافلام ديال البورنو؟ ترى في شكل انشر وليدي، لا عندك شي ما تنشر، وبين لينا، ابين لينا، ابين لينا. يا انت شحال انت كتهدد عليا من 2014، ومن 2014 وانا زامتك، زامتك زامتك زامتك، وسد عليك كلشي وهارب من العداله، وحنا ما سحبنا والو ما درنا والو، وحنا وكنقول لك خرج، اخرج يا صاحبي خرج، تمام فين هو المشكل؟ راه ما عندنا حنا بول المشكل، اخرج خرج اوليدي، لا عندك شي حاجه خرجها. احنا الحمد لله ما معقدينش من الجسد ديالنا، ما معقدينش منه، كلشي عندنا مزيان الحمد لله، وكلشي خدام مزيان في الذات ديالنا، كلشي بخير، كلشي بخير ولله الحمد. هذه ديال داك شنو هو اللي قال لهم؟ قال لهم راه المغاربه كاملين كنتصنتوا ليهم، داك الخراز قال لهم راه المغاربه كاملين كنتصنتوا ليهم ولله الحمد. حتى حنا هنا وكلشي خدام في هذا الجسد ولله الحمد. رانا هنا، هنا كتبان العقده، هنا كتبان العقده ديال المحيمين السادس وديالك، خصوصا ديالك انت دابا، لان انت اليوم عندنا الموضوع ديالك. واليوم الخوت اللغز ديال هذا الحموشي، علاش دائما فيما كان شي موضوع كيدخل فيه الجنس الجنس الجنس، اليوم بدات كتبان لينا، بدا كيبانوا لينا الخيوط ديال هاد اللغز. السيد عنده عقده من الجنس، وعلاش؟ كما كنقول لكم راه ودي شحال من مره قلنا لكم مشيتي قبلتي يا صاحبي العائله ديالك، قبلتي دارك، قبلتي مراتك، ما غنوصلوش لهاد الشيء هذا. ما غيوصلش زكريا المؤمن يجي يقول لك اليوم الحقيقه شنو كاين في ديك الخابيه عندكم. ايوا شتي انت مشيتي مقبل عيالات الناس، حاضي عيالات هذا، مرت هذا، مرت الاخر، مرت الاخر، ونسيتي المراه ديالك انت، نسيتي المراه ديالك يا صاحبي. وهنا الخوت باش ماشي شي واحد يقول لنا لا ما تهضروش على الزوجه ديال هذا ولا الزوجه ديال هذا، لا 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 لا، هذا مسؤول في الدوله، من حقنا نهضروا على الزوجه ديالو، هذا بيرسوناليتي بوبليك، او الزوجه ديالو الا دارت شي حاجه خصنا نهضروا عليها، او لا ما بغيتيش نهضروا على الزوجه ديالك، استقل من داك، استقل من دوك جوج مناصب. انت المدير الوحيد في العالم او في الكون اللي شاد جوج ديال الادارات، اداره الامن واداره المخابرات، ما كاينش شي دوله لاستثناء المغربي. على بحال هنا عندنا 40 مليون مغربي، ما كاينش حتى شي واحد يقدر يكون في الامن، عندنا هنايا الحموشي وحاطينه في اداره الامن، وحاطينه في اداره الاستخبارات، وحاطينه شاد هو هذه الدوله كامله هو، وبزاف هذا الشيء هذا. دونك هما هذه السياسه ديالهم كيطلقوا لكم داك العبيد، دوك المندسين، دوك العملاء ديالهم، باش يهربوا الحوار، بحال القضيه ديال الاميره سلمى. واش كاينه شي دوله في العالم واحد الاميره كانت كتبان وكل شيء وهذا، واحد الوقيته بين الليله وضحاها غبرات، هذه دابا 6 سنين غابره وما يقدر يجي يسول على حتى واحد. وفين هما الصحافه؟ ياك كتقولوا الصحافه وحنا صحفيين وحنا كننقلوا المعلومه وحنا كنديروا وحنا كنفعلوا، وما شفتش شي صحفي كيهضر على هذا الشيء هذا. واخا ما تقدروش، خايفين على راسكم، خايفين على ولادكم، هذه نتقبلوها بكل سرور وبكل فرح، ولكن ما تجيوش تطبلوا لذاك النظام اللي كيغبر بنادم، ما تجيوش تبداو تطبلوا ليه، ولا خليوكم نوت، خليوكم محايدين. لا داعي تبداو تقولوا لنا الملك زوين، الملك كذا، الحموشي زوين، وين هذا عزيز عليا، هذه كذا، هذا الشيء خليوه في احتقار، لانكم منين كتبداو تجيو تقولوا الملك زوين، الملك هذا، راه في نفس الوقت يعني هذا كيتسمى تطبيل النظام،
تبين النظام، وفي نفس الوقت راكم كتعداو على الضحايا، راكم كتعداو على عائلات الضحايا اللي كيشوفوا هذا الشيء هذا. وانتم كتجيو كتقولوا انكم ضد الظلم وكتدافعوا على المظلومين، الصحفيين سليمان الريسوني عمر راضي تشوف 21 مثلا كتدافعوا عليهم، ولكن في نفس الوقت كتجيو تقولوا الملك زوين، الحموشي زوين، احبه اقدره احترمه، وهذا الشيء هذا بزاف. انت ملي كتجي تقول هذه الهضره هذه وما كتفكرش العائلات هذوك اللي قلتي كتدافع عليهم، هذوك ضحايا ديال من؟ هذوك اللي في الحبس اللي كتقول كتدافع عليهم ضحايا ديال هذا الحموشي اللي كتقول عليه زوين، ديال هذا الملك اللي كتقول عليه زويوان تحبوه تقدروه تحترموه. اذا هنا الخوت ملي تكون كتقول هذه الهضره وفكر في نفس الوقت راك كتادي دوك الناس، راك كتادي دوك الناس اللي كتقول كتدافع عليهم، هذوك الضحايا كتاديهم، كتادي العائلات ديالهم. لذلك كنقول لكم هيسكتوا، ما عادينش تهضروا على الملك، ما عادينش تهضروا على الحموشي، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن ما تطبلوش ليهم، ما تبينوهمش زوينين، صافي هادشي اللي كنطلبوا منكم. ولكن لا داعي تزينوا هادشي وتبينوهم زوينين، احترام تقدير، شي واحد بغى يقول شي مسؤول وكنحبو وقدرو واحترمو، صيفط ليه رساله منك ليه، صيفط ليه رساله منك ليه، عبر ليه على الشعور ديالك، على الحب، على الحنان ديالك بيناتكم. ما شافكم حد، ما اديتوش المظلومين. ولكن الناس اللي كتكون مظلومه من هاد المجرمين، وكنشوفكم نتوما كتخرجوا كتقولوا انكم كتدافعوا على الحق، وفي نفس الوقت كتبداو تطبلوا لهاد الناس وتزوقوا فيهم وتزينوهم، فلذلك كيبان هذا اكبر النفاق، ابشع نفاق. وانا هاد النوع ديال الناس عندي ما كنحملهمش، ما كنحملش هاد النوع ديال الناس هذا. واحد جوج ديال الانواع الناس هما اللي ما كنحملش انايا، هو اللي كيمشي كيقول لك انا كندافع على المظلوم، وفي نفس الوقت كيزين الصوره ديال اللي ظالمو. وبزاف اخويا، بزاف 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 بزاف. اذا نرجعوا للحموشي الخبيث ديالنا، الحموشي الخبيث ديالنا اليوم الخوت خاصنا نعرفوا اشنو كدير الزوجه ديالو في فرنسا. الزوجه ديالو كتمشي بزاف لفرنسا، بزاف لباريس، الباريس. ومؤخرا معلومه موثوق منا الخوت، والله القسم الا معلومه جد موثوق منا، باش نقول لكم هاد السيده اللي كتمشي فين كتجلس؟ كتجلس في لي بالاس باريزيان، يعني ماشي فندق خمسة نجوم، لا فوق خمسة النجوم، هو كيتسمى البالاس. هاد لي بالاس الليله مثلا بغيتي تاخذ واحد لا شومبر تما كاينات، كتقام عليك الليله بواحد 3000 ديال الاورو، 3000 اورو باش تنعس واحد الليله، ما فيهاش حتى الفطور. وتما كيطراو بزاف ديال الفضائح، كيخرجوا معلومات، كيخرجوا فضائح، وبزاف بزاف بزاف ديال الحوايج. وهاد لي بالاس هادو اقسم لكم بالله الخوت، انا طلعت مع الاميرات المطلقات كاملين، الاميرات خواتات الملك محمد السادس، كلهم طلعتهم، هاد الاميرات المطلقات كلهم طلعتهم في دوك لي بالاس، في لي بالاس باريزيان، وسورتو كورشوفال كانت وحده عزيز عليها كورشوفال بزاف، كتمشي تما دير السكي وداكشي. دونك كاينين بزاف د الحوايج على هادشي هذا، مي كل حاجه بالوقيته ديالها. حنا اليوم الزوجه ديال عبد اللطيف الحموشي كتمشي لفرنسا و كتخسر بزاف ديال الفلوس، بزاف 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 ديال الفلوس. دابا واحد الحاجه اخرى خصنا نعرفوها، شكون اللي كيخلص داك الشيء؟ لان هادشي كيتخلص بالميزانيه ديال الشعب المغربي. واش دابا الخوت نبداو نخلصوا على الزوجه ديال الحموشي، نبداو نخلصوا عليها تمشي تتنعس في واحد الغرفه فوق 5000 اورو، فوق 5 مليون الليله، وبزاف هادشي هذا، وهذا على اساس 5 مليون، بزاف هادشي هذا. وكتمشي مشيت تجلس نهار ولا يومين، السيدة كتمشي كتجلس 20 يوم شهر، 20 يوم شهر، بزاف هادشي هذا. وعاد ما كتخلصش غير غرفة وحدة، دابا هما ملي كيمشيو تما شنو كيديروا؟ كتاخذ غرفة وغرفة وحدة أخرى وغرفة وحدة أخرى، بعد مرات كيتخاد ليطاج كامل، ليطاج كامل كيتبلوكا، ليطاج كامل كيتريزيرفا، ليطاج راه فيه واحد خمسة ديال لي شومبر، وضرب خمسة في خمسة، 25 مليون الليلة هاديك. وهادشي شكون اللي كيخلصو؟ الشعب المغربي هو اللي تيخلص هادشي من الميزانية ديال الحموشي، من ميزانية الدولة، ميزانية الدولة، وميزانية الدولة هي فلوس الشعب المغربي. إذا تا لهنا وهادشي ماشي عادي، هذا إجرام، ولكن تا لهنا وهادشي مازال يقدر يتقبلو المغربي، يقول لك واه الفلوس هذيك راه الزوجة ديال رمز من الرموز وديك الهرطقات الخاوية راكم عارفين. ولكن راه حنا المعلومه اللي وصلتنا هو هاد السيده هادي عندها مشكل مع عبد اللطيف الحموشي، عندهم مشكل مع عبد اللطيف الحموشي، ووصلوا انهم ما قدروش واقيلا يتفارقوا. هذا هو الاستخلاص ديالها،
كاين بزاف لي كوبل ما كيتفارقوش ولكن كيكونوا كوبل ليبر. كوبل ليبر كل واحد يدير اللي بغى، كل واحد يعيش حياته كيف ما بغى. وانتم راكم عارفين والسيده مزوجه بالحموشي واش تقدر تعيش شي حياه في المغرب؟ راه ما يمكنش. لذلك السيده كتمشي تعيش في باريس الحياه ديالها، ومن حقها تمشي تعيش الحياه ديالها، غير ورا الشعب المغربي اللي كيخلص هذا الشيء هذا. غتمشي من فلوسها الله يعاوننا ويعاونها، ولكن هذا الشيء راه كيتخسر من فلوس الشعب المغربي، وهذا الشيء ديال لي بالاس وهذا الشيء من فلوس الشعب المغربي، من فلوس الشعب المغربي. وهنا المعلومه اللي وصلتنا من واحد البالاس، من شي ناس خدامين في واحد البالاس، ماشي هو ان الزوجه ديال عبد الله الحموشي كانت تما، لا لا لا، وهي راه كاينه تما ومع الناس اللي خدامين عندها ومعها الناس اللي حاضينها وداك الشيء. ولكن دوك اللي حاضينها ملي كتقول ليه سير بحالتك للغرفه ديالك كيمشي بحالته للغرفه ديالو. السيده عندها صديق ديالها، صديق ديالها كيجي لعندها تما كاينات. وعادي كيفاش تعرفات؟ كيفاش تعرف؟ لان كان ما يقدرش يبان هذا الشيء، لان هو ما يقدرش مثلا يمشي عندها للغرفه ولا شي حاجه، فهمتيني؟ لان ربما تكون شي وحده من اللي خدامين عندها، ولا مع يكون خارج شي واحد من هذوك اللي حاضرين يشوفوا شنو الفيلم اللي دار الخوت. وهذا الشيء كنقول لكم شوفوا، اقسم لكم بالله مصادر ماشي موثوقه، جد جد موثوقه. السيد جا بغى ياخذ شومبر تما كاينات في ذاك البالاس، وتما واخا كتكون بعض المرات لي شومبر خاويين ما كيعطيوهمش لبنادم، كيفضلوا تبقى على شومبر خاويه وما يعطيوهاش شي واحد اللي ما كيكونش معروف، مثلا موالف كيجي ولا شي حاجه. واش فهمتوا؟ هاد السيد جا باش ياخذ واحد لا شومبر، قالوا له او دير اوتيل لي كومبلي. فوالا شنو دار؟ ما دار، اتصل هو بالزوجه ديال الحموشي. الزوجه ديال الحموشي هضرات مع كونسييرج ديال واحد البالاس، واحد الكونسييرج تقدر تكون مراه يقدر يكون راجل. قالت له اودي راه عندي واحد الصديق جا وراه كنبغي واحد لا شومبر، قلت له لوطيل لي كومبلي. وقالت لهم اودي واش يمكن لكم تلقاو شي حل وتلقاو له شي غرفه. بطبيعه الحال ملي كتكون نتايا كليان وكليان كبير هذا بيان سور لقاو له الحل بالزربه 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 يتلقى الحل. قالوا لها في البلاصه وي كاينه لا شومبر، واش نوجدوها لك نديروها في سميتك؟ قالت لهم لا 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 ثم لا اما ديروهاش ليا في سميتي. واش نتوما باغيين تخلقوا ليا مشكل مع الحموشي، مع داك المجرم، مع داك الخبيث؟ قلت لهم لا لا، واخا هو الحموشي عارف هذا الشيء هذا، شوفوا الحموشي راه عارف هذا الشيء، ولكن ما خاصوش يشوف ان كاع الشومبري موخوده بسميتو، وبزاف هذه بزاف، فهمتوا؟ قلت لهم لا لا لا، ها هو السيد غادي يجي عندكم واعطيوه لا شومبر. وفعلا داك الشيء اللي طرا، فالسيد من بعد جا وخدا لا شومبر. وهنا واحد المعلومه مهمه 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 بزاف، هاد السيد هذا اللي خدا لا شومبر، هاد السيد خلص بالكاش، خلص بالفلوس، فلوس ما خلصش بلا كارت كيشي ولا شي حاجه، خلص بالكاش ديالو. لكن ضروري يعطي ليدونتيتي ديالو. هاد السيد هذا فرنسي الجنسيه لكنه جزائري الاصل، وهذا جزائري الاصل. وجينا لعبنا عبد الحموشي، انتوما كتقولوا الناس انتوما خوانا، انتوما خدامين مع الجزائر، انتوما عملاء في الجزائر، انتوما كتخلصكم الجزائر، ايوا جينا هنا. وكيفاش هذا الصديق الحميم ديال الزوجه ديالك جزائري؟ ايوا ترى هذه لا، وهذه ماشي خيانه، هذه ماشي خيانه فوق خيانه. واخا الخيانه الاولى انتوما متفقين عليها، انتوما تكونوا متفقين عليها كما قلنا، والمعلومات اللي توصلنا بها، لان هذا الشيء ما كيدارش في الخفاء زعما، هذا الشيء هذا يعني كل مره غاده جايه غاده جايه غاده جايه، يعني هادشي كثير، وهادشي يعني انت عارفو غير ما ديريش داكشي في المغرب، ما ديريش داكشي حدانا. هنا اجي لنا الحموشي، وهادي خيانه فوق خيانه، وهادي الزوجه ديالك واش كدير هنايا؟ ما هذا جزائري، هذا جزائري الاصل، واخا فرنسي الجنسيه ولكن جزائري الاصل، جزائري. وشنو ما درتوش واحد الاتفاقيه ديال كل شيء الا الجزائر؟ وهادي راه خيانه عظمى، هذه خيانه عظمى. ايوا شتي يا وليدي، انت كتحاضي عيالات الناس، هذه الزوجه ديال فلان، هذه الزوجه ديال فركلان، هذه الزوجه ديال ما عرف شكون، وخليتي البيت ديالك مترع، وخليتي الزوجه ديالك انت دير اللي بغات. اذا هنا الخوت بدات كتضح لنا الصوره، علاش هذا المجرم، علاش هذا الجلاد معقد من هذا الشيء ديال الجنس اليوم؟ ولا كيبان لنا علاش هذا المجرم حاضي الجنس؟ فيما هضرات شي وحده كيقول لها غادي نصور لك شي فيلم، فيما هضر شي واحد كيقول له غادي نصور لك شي فيلم كيبتزو بشي فيلم، فيما كتهضر شي واحد كيهضر لها على الاغتصاب التحرش، عندك كلشي فيه جنس، لان هذا الموسخ هذا المجرم
كيبان ان العيب عنده لان عنده هذه العقده في الحياه ديالو، ان كيعيش هذا الشيء في الحياه ديالو. امراتك معقداك وهذا الشيء هذا الجزائر ما عرف شنو كاين عاوتاني من جنسيات اخرى، مازال هذا الشيء غيبان. هذا الشيء هذا حنا دابا مازال غنسولوا دابا على هذا الشيء هذا، وهنا تنقول لك امام الشعب المغربي اتحداني وجهي امام القضاء وتشوف واش نجيبوا لك الدلائل ولا ما نجيبوش لك الدلائل. ها اجي تحداني وجهي امام القضاء وشوف واش نجيبوا لك الدلائل ولا ما نجيبوش لك الدلائل. ايوا شنو بغيتي اكثر من هذا الشيء هذا؟ اشنو بغيتي اكثر من هذا الشيء؟ هذا جدي عليك، هذا جدي عليك الخبيث مخرج الافلام البورنو عبد اللطيف الحموشي. اذا اليوم الخوت كتبان العقده ديال الحموشي من هذا الشيء ديال الجنس وهذا الشيء الجنس. اش غنقول لكم؟ ها هو راه كل شيء كيبان لكم اليوم. السيد معقد عنده داك الشيء في عقر داره، لذلك كيبقاو يخرجوا لكم داك الشيء ديال الحموشي رجل طيب رجل مسلم راه كينوض يصلي الفجر كل مره كيمشي للجامع. اش هذا الخبت فيك يا صاحبي؟ اش هذا الخبت وهذه الحقاره فيك؟ واش كاين شي واحد كيصلي الفجر وهو جالس الليله كامل كيغتصب في عباد الله القراي؟ واش كاين شي واحد كيصلي الفجر وهو كيفبرك للناس صور بورنوغرافيه والافلام ديال البورنو يا المجرم يا الخبيث؟ اذا هنا الخوت قبل ما نوصلوا لنهايه الفيديو، هاد التصويره هذه كتشوفوها ها هما عاوتاني ما بغيتيش تعيا الحموشي، انا بغيتيش تعيا يا مسخوط الوالدين، والله ما بغيتي تعيا. فهنا الخوت هما مصرين، هاد الخبيث الحموشي وهذاك الخبيث الرشاوي حتى هو ديال المنصوري مصرين انهم كيلاصقوني مع هذه مع هذه مع الضابطه وهيبه. كنقول لكم المره الاولى عطيناكم انذار، درنا واحد الفيديو، طرحنا واحد التساؤلات، قلنا راكم عقتوا راكم فقتوا لان حبستوا داك الفيلم. فهما مؤخرا عاوتاني راجعين باصرار كيلصقوني مع هاد السيده هادي، ودايرين هنايا دنيا الفيلالي ودايريني في وسط منهم وباغيين يلصقوني معاهم. فانا فخديت واحد القرار، واحد القرار اللي هو جد جد صائب، واللي هو خاص الشعب المغربي يعرف شنو ما دار ما بيني وبين هاد الناس هادو. فاحنا كنا ساكتين كنا ساكتين وكنشوفوا كنشوفوا شنو داير، ماشي كنا ساكتين يعني كنتسطروا على شي واحد، لا 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 لا، راه كنا كنشوفوا هاد الافلام ديالهم فين غاديين بها، فين غاديين بها وتلقينا درجه غاديين بها. فانا اليوم خديت واحد القرار انني نهار الحد ان شاء الله هاد الحد هذا غادي ندير واحد الفيديو وغادي نشرح لكم علاش حاطيني مع هاد الناس هادو، وغادي نشرح لكم شنو العلاقه ديالي ما بين هاد الناس هادو، وكل شيء غادي تعرفوه، وديك الساعه غتبان لكم الحقيقه الكامله ديال زكريا المؤمني مع دنيا الفيلالي ومع الضابطه وهبه. اذا موعدنا نهار الاحد باش نوضحوا هاد الشيء هذا والشعب المغربي يعرف، وديك الساعه لكم واسع النظر. هنا الخوت كنكون وصلنا لنهايه الحلقه، كنعاود نقولوها، يجب محاكمة هاد المجرمين، محمي السادس خاصو يجي للمحاكمة والمساءلة، المجرمين اللي حاكمين دايرين به، اللي ما بقيناش اليوم كنعرفوا شكون اللي حاكم أصلا هاد البلاد هادي، هاد المملكة الديكتاتورية، وخصوصا هاد الهاربين من العدالة، خاصهم يجيو للمساءلة والمحاكمة. وكما وعدناكم دائما الخوت، أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الدكتاتور محمي السادس؟ أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ خوتي المغاربة خوتي المغربيات، نتمنى لكم يوم مبارك، موعدنا الحلقة المقبلة، السلام عليكم، مع السلامة.